المجال الاول ديالك؟ المجال ديال القفطان المغربي، وحنايا متشوقين باش نحضروا المصممات ونشوفوا لا كوليكسيون ديالهم جديده. وحنايا متشرفين بالحضور ديالنا هنايا، شحال ما تجمعنا مع الفنانه، شحال ما تلاقينا مع مصممات، دونك انا فرحانه بزاف. الفنان ديالك ربما يكون حديث حالي عن الجانب الفني، كيفاش قضيت الامور؟ شو قريت لك؟ ما فهمتش. عندك عمل جديد مع المخرج وي، شو المسجل؟ هي غادي يكون لعبه في الدور ديالي في الفيلم الجديد ديال سيدري صروخ، لعبه فيه دور ديال جهاد. هي واحد البنت اللي هي مختلفه كل اختلاف على نسرين، هي مثل في سلامات ابو البنات. دونك جهاد هي واحد البيرسوناج اللي غادي نمثل فيه بوليسيه سيفيل، واللي غادي تكون عندها واحد الشخصيه قويه، وانا متشوقه باش الناس يشوفوا هذا البيرسوناج ويتعرفوا عليه اكثر. اليوم ذكرى المسيره الخضراء اللي هي كبيره وعزيزه عند المغاربه. باوي، حيت جدودنا داروا المسيره الخضراء وحنايا مفتخرين بهم، و فريمون هذا النهار حنا عزيز علينا بزاف وكيدخل في التاريخ ديالنا. دونك سمع على السوشيال ميديا، واش انت من الفنانات اللي كتكون قريبه من المشاهد من المتابعين، كتاخذي برايهم بزاف ولا كديري لا؟ اون فيت في السوشيال ميديا سورتو ديال اليوم، السوشيال ميديا المواقع التواصل اللي كنعيشوها اليوم، صعيب باش نقول لك زعما كاين انا كنجاوب ولا بالعكس. انا كنمشي في الكونتوني ديالي على حساب لي فان ديالي، من حقهم يعطيو دي كريتيك كيف يقدروا يعطيو دي شوز بوزيتيف، وحنا كنستقبلوا كاع سواء كان نيجاتيف ولا بوزيتيف، هو راه كيغير حنا من المسيره ديالنا. دونك بالعكس لي كريتيك ديال الناس حنا كنستقبلوهم افيك بليزير.